السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الكرام، حياكم الله وبياكم، وطيبتم وطاب سعيكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. حقيقة وصراحة أعتز بهذه الهدية، أعتز بهذه الهدية. فهذه الهدية هذه قوتي والأصدقاء ديالي أعز المتابعين الأوفياء كنعتز بها. علاش؟ لأنني أخذتها بكل استحقاق وجدارة من فضيلة الشيخ والأستاذ الأديب سيدي مصطفى سيدي عبد العزيز الشلي. كيف السي مصطفى الشلي؟ كيف السي عبد العزيز الشلي؟ فهؤلاء الأخيار بفضل ربي سبحانه وتعالى علمونا الفضيلة وجنبونا الرذيلة. هؤلاء نشهد لهم بهذا ونحن شهود الله في الأرض. نعم، فأخوتي وحبابي كما قلت لكم كنعتز بهذه الهدية، كنت خديتها مع عند الأستاذ سيدي عبد العزيز الشلي. هذه الهدية تعود من زمان ما يقارب والله أعلم 2005 2006 هكذا وهكذا. نعم، ما يقارب 2005 2006 توصلت بهذه الهدية من الأستاذ ديالي سيدي عبد العزيز الشلي. والساكنة تعرف قدر هذا الأستاذ، والساكنة تعرف وقفات هذا الأستاذ، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه وأحسن الله إليه. ونسأل من ربنا سبحانه وتعالى أن يمتعه بالصحة والسلامة والعافية، وأقولها له جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. ولا ننسى كل الأساسيين ديالنا الكرام اللي كانوا السبب ديالنا وعلمونا الفضيلة وجنبونا الرذيلة. على سبيل المثال الأستاذ الأمامي، أنا هذا الأستاذ صراحة ما وفيت لها قدرها. أستاذ الأمامي يعني الكلمة اللي بغيت نقول في حق هذا البيك اليوم بفضل الله في رمضان صراحة كتحلي الشهية، وكيعجبني نسمع بعض الأصوات التي تطربني، حيث القرآن الكريم كما قال سيدنا النبي من لم يتغن بالقرآن فليس منا. نعم، أحب أصحاب الأصوات الشجية، الأصوات الماتعة التي عندما تسمعها وهي ترتل القرآن كأنه القرآن يالله أنزل غدا طريا. نعم، ورب العالمين أمرنا في القرآن وقال ورتل القرآن ترتيلا. المهم كيف ما قلت لكم في هذا رمضان، وتحياتي لصاحبي مصطفى، كيف ما قلت لكم الإخوان، كل ليلة كنبغي نصلي في مسجد بفضل الله تعالى. اليوم كان الدور ديال المسجد التوبة، أنا صليت حتى الختام ديالنا مع الفقيه. كنتفاجأ بواحد الصديق ديالي كان كيقرا معايا عند الأستاذ السي مصطفى الشلي، خليها. قال لي السي عمر واش بهذا المشكل؟ قال لي السي عمر ما نسمح لكش. قلت له علاش اخويا؟ قليها. قلت له بالعكس انا تلجتي القلب ديالي وانت بهذا الزي لباس جليبه الهيئه ديال المسلمين. صاحبي قليها. قلت له علاش؟ قال لي ما نسمح لكش. قلت له شنو السبب؟ قال لي كانت فيما كتبغي الاستاذه تحملني، كنت انت اللي كتحملني. تبارك الله، كون الطاقه اللهم بارك. استاذه اكرام، أستاذة إكرام الصغير، نكل لها التحية والتقدير هذه الأستاذة الشريفة. وصراحة هاد الناس عرفوا الحقيقة ديال المسؤولية اللي تحطت عليهم، ونتمنهم الله تعالى يكونوا أداوا هذه المسؤولية على الوجه الكامل، والكمال لله. أستاذة الأمامي، أستاذة أمامي كانت درويشة، ولكن حنا صراحة حتى ليومنا هذا هاد عرفنا علاش الأستاذة كتضربنا وعلاش كتحملنا، يعني في الصالح ديالنا صراحة. المهم حتى أستاذ الأمامي كانت كطيل، لكن ماشي كيف حد أستاذ إكرام. أستاذ إكرام صراحة كيعجبها الصرامة،
المهم كيف ما قلت لكم تلاقيت في المسجد صاحبي قليها، كانت كتقول الاستاذه اليوم هنقليك قليها اليوم هنقليك، ايوا كتقول لي نوض نحيلي كنحملوها بوحديتي تبارك الله كنشدو بوحديتي فكل كيف ما بغيتي، قال لي ما نسمح لكش قلت كتحملني، وقلت له اخويا سمعا وطاعه الاستاذه ديالي، قلت له ما عندي ما ندير لك، قلت له سبحان الله العظيم فكرتيني في الاستاذ شولي وذكرتيني بالاساسيد اللي علمونا الفضيله وبالفضل ديالهم بعد الله عز وجل، احنا كنتهاوفوا ونتسابقوا الى المساجد وكنت يعني نتسابقوا في المجالس الخير، هذا من فضل هاد الناس الله يجازيهم بخير. قلت له سبحان الله العظيم في راسك، قلت له واحد العام كنا عند الاستاذ مصطفى الشولي عبد العزيز الشولي وكنت قريت عليه حزب ديال السبيح، استاذ السي عبد العزيز الشولي عطانا هاد التحدي، قالنا شكون اللي هيجي يحافظني صورة السبيح، وعطانا واحد المهلة عطانا واحد الوقيته، كانوا ابطال تبارك الله كيقراو معنا وانا هو الكسول، والجميع الحضور كامل التلاميذ كاملين ما كانوش يعني ما كانوش يعني مأمنين بان عمر النحيلي هو اللي هيدي البريميرا هو اللي هيدي الجائزه مع عند الاستاذ عبد العزيز الشولي. قلت له اخويا قليها واش عقلتي على هذا الموقف؟ قال لي يلاه يا وديك بحال البارح، قال لي الاستاذ عطاك الهديه. المهم كان عطاني هذا البيك، هذا البيك هذا كان كيكتب به الاستاذ عبد العزيز الشولي، وانا كنتكلم في الاعلام الاخوان، راه عندي اصدقاء اللي لقاو معايا ولاد الحومه ديالي منهم يونس السوسي الغزوان حمزه ورضوان، يعني حتى هادو كانوا من كانوا من من المتنافسين، ولكن باذن الله داها عمر النحيلي، ديت الهديه هاد البيك وزادني شي حاجه اخرى، استاذ سي عبد العزيز الشولي جزاه الله خير، شو الناس علمونا الفضيله وشوف فين كنجبدوا هاد الناس وكنشكروهم، حيت سيدنا النبي قالنا من صنع لكم معروفا فكافئوه، والمكافاه ديالنا هاد الناس كنقول لهم جزاكم الله خيرا وهنيئا لكم وهنيئا لكم، كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث خيركم من تعلم القران وعلمه، وكذلك كنحيي استاذ جلالي الغيوغي، هذا الاستاذ العجيب الاخوان والغريب، هذا استاذ كان ديال اللغه الفرنسيه، فيما كندخلوا عنده القسم في الحصه ديالو كيعمل لنا واحد الوقفه ديال التربيه الاسلاميه، واسمع كنتكلم معك يعني هو كيخالف القانون كما قال لي واحد الاستاذ، هذا استاذ ديال التربيه الاسلاميه عفوا، هذا الاستاذ ديال اللغه الفرنسيه، ملي كندخلوا عنده القسم ديالو ملي كندخلوا على حسابه فيما كيدخل كيعمل لنا واحد الوقفه في الماده ديال التربيه الاسلاميه، وانت الاستاذ كتقرينا الفرنسيه، ولكن حنا حتى كبرنا هاد استوعبنا وهاد فهمنا بالحقيقه هاد الناس، هاد الناس بغاو يبصموا البصمه ديالهم ديال الخير، وكاينه ناس اساسيد كيعلموا التلاميذ الغنى والشطيح، هادشي كامل سيكون وبالا عليكم وتأديوا الثمن وتعضوا على يديكم وما ينفعكم الندم، راه الله عز وجل بين صوره في القران الكريم سميتها صوره التغابن، سيظهر غبنكم غبنكم في الاخره لكن لن تنفعكم الندامه، يا ويلاه يا ويلاه يا من تنشر الفاحشه والفحش والمنكر في امه الاسلام، هاي كل خصم ديالك ربي سبحانه عز وجل، ولا شك في ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الاخوان انا كنشكر هذا الاستاذ القدير والاساسيد ديالنا كاملين اللي علمونا الفضيله وكنقول لهم جزاكم الله خير، كيف ما قلت لكم انا في الجامع تلاقيت مع صاحبي قليها تلميذ وقرا معايا، وقلت له صراحه ثلجتي القلب ديالي، انت فهاد الجليبيبه وكتصلي وبقيتي حتى النهايه ديال التراويح، وقال لي انا ما نسمح لك شيء، قلت له ياك لاباس، قال لي كنت كتحملني، وقلت له اخويا وما على الرسول الا البلاغ، الاستاذه ديالي قالت لي نحملك راه نحملك اخويا، الاستاذه ديالي اللي قالت لي نقص بالسطح نقص بالسطح، الله هذه هي الحقيقه الله، وتحياتي لخويا عثمان بن عمر صاحبي، صراحه بعد الشباب كيتلجوا القلوب ديالنا كنلقاهم في مواطن، في مواطن الرجال، في مواطن التي تؤسس فيها الرجال، فالحمد لله لا زال الخير في هذه الامه، وسبحان الله بقينا كناخذوا في الحديث، قلت له واش عقلتي؟ قال لي الله يا ودي اخي عمر، قال لي سبحان الله انت كنت يعني ما كنتيش يعني ما كناش مصوتين عليك بانك انت الجيل الاولاني، وعرضت على استاذ السي عبد العزيز الشولي حزب ديال السبيح كامل باتقان
باذن الله تعالى. ودابا جانا واحد الفتور وجانا واحد التقاعس، طلب الله عز وجل يعلمنا ما جهلنا من القران الكريم ومن هذا الدين العظيم، الله يتجاوز علينا. وصراحه البيئه كتخدم واحد الضوء كبير، وتشجيع تشجيع الدعم الدعم، حنا بغينا الدعم، بغينا اللي يدعمنا. الدعم صراحه الاستاذ ملي عطانا هذاك التحدي وقال لنا شكون اللي هيجي، عطانا واحد المهله ما بقيتش عاقل شحال، قال لنا شكون اللي هيجي حافظ الحزب ديال سبيح. كانوا الاباطره، الاباطره كانوا معنا في القسم، منهم تلميذه الفضيله فوزيه العمراني، كانت بطاله هذه، ولكن باذن الله ديتها لها باذن رب العالمين. كان والله اعلم كان كيقرا معنا حمزه، هذا حمزه عاوتاني اللهم بارك، حمزه يا ربي يا ربي، حمزه كيسكن في هذا حميد، حدا فوزيه كيسكن، حمزه صاحبي يا صاحبي. وكان اليابوري هذا راه هو الفقي، حتى هو كان كيقرا معنا والله اعلم عند الاستاذ سي عبد العزيز الشولي، كان معنا اليابوري. نعم حمزه انساني الشيطان، حمزه صاحبي يا صاحبي، وباقي دابا كنتلاقاو مع بعضياتنا. المهم بفضل الله تعالى كنت انا هو البطل ذلك المرحله، وخديت الجائزه مع عند الاستاذ السي مصطفى الشولي، السي عبد العزيز الشولي. دابا السي مصطفى والسي عبد العزيز كيف كيف، وخديت هذا البيك وشو سبحان الله. وقال لي قليها التلميذ اللي تلاقاني في الجامع، لقيته في الجامع قال لي باقي محتفظ على البيك، قلت له باقي محتفظ بها، فيه الزراق وفيه الخضر وكيكتب، وباقي باقي محتفظ به باذن الله تعالى. حتى هذه الهديه هذه غاليه بانني خديتها عند الاستاذ ديالي سيدي عبد العزيز الشولي، جزاه الله خير وبارك الله فيه، الله يرحم ليه الوالدين. وهنقولها هنيئا هنيئا لك اذا كنت كتبصم شي بصمه الخير في الامه الاسلام، هنيئا لك. فلا شك في ذلك بانك كتوصل كتفرح سيدنا النبي وهو في القبر ديالو. النبي حي، النبي حي، رسول الله حي حي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء، هكذا كما جاء في الحديث فيما معناه. المهم الانسان يرد باله، عندك تبصم شي بصمه ديال الشر، وخاصه هذه النشئه تعلمهم الرذيله، تعلمهم الفحش والمنكر، فالله سبحانه وتعالى يوم القيامه راه ما يرحمكش، ما يرحمكش يا رب العالمين. وقفوهم انهم مسؤولون، ستسال على هذه ذاك الامانه اللي قال فيها رب العالمين وحملها الانسان لما يا الله، ربي قال وقال الحق انه كان ظلوما جهولا. ونطلب الله عز وجل يحيينا ويرزقنا الايمان ويزينه في قلوبنا ويكره لنا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا ربنا من الراشدين، فهو على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والآن إن شاء الله هنقرأ ما تيسر من القرآن الكريم، وما سخيتش صراحة نقرأ الحزب التسبيح كامل في هذا المباشر، وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم
إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك لقسم لذي حجر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني يقول يا ليتني يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها.
بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أوامر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه
في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم إلهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطالع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعله من بعد تفرقه سالما من الشر معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وزينه في قلوبنا وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعله من بعد تفرقه سالما من الشر معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا القيام، اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا القيام، اللهم تقبل منا قراءة القرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح اللهم آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا ربنا يا كريم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا
أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اهدنا في من هديت، وعافينا في من عافيت، تولنا في من توليت. يا ربنا يا كريم، ها نحن الفقراء في الباب، وبابك ليس عليها بواب. يا من قال وقوله الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا من قال وقوله الحق، وكان علينا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا ربنا أنت قلت وقولك الحق، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إخواننا هناك في فلسطين يموتون شجاع، إخواننا هناك في فلسطين يقتلون بالآلاف والمئات. يا ربنا وما لنا حيلتان أن ننصرهم، فأنت وكيلهم، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل، اللهم اجعل أمريكا وإسرائيل غنيمة لإخواننا في فلسطين، وقل أمين. اللهم اجعل أمريكا الفاشلة، اللهم اجعل أمريكا الإرهابية، وإسرائيل ومن على شاكلتهم، اجعلهم غنيمة لإخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم قوي شوكتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم كتر قتلاهم، اللهم أرين فيهم يوما أسودا كمثل يوم عادا وثمودا. اللهم ورينا، اللهم أرنا في اليهود الغاصبين يوما أسودا كمثل يوم عادا وثمودا. اللهم كتر قتلاهم، اللهم كتر قتلاهم، اللهم كتر مرضاهم، اللهم لا ترفعهم، لا اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم ارفع راية الإسلام وحطم راية الكفار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، شكرا خي جابت الله يبارك هيثم، شكرا. السلام. سبحان الله العظيم، نقول لكم واحد الكلمة، أقسم بالله الإخوان، أستاذ الأمامي، أستاذ الأمامي، أنا كنتكلم في اللايف، أستاذ الأمامي، هذا الأستاذة القديرة الجليلة، كنت ملي كنقرأ عليها القرآن، كتبقى تبكي، وأنا باقي طفل صغير، وكتجيب الأساسيد، وكتجيب، وجابت لي واحد النهار المدير بيدو، المدير، قالت له جي تشوف عندي واحد الشاب، واحد التلميذ، ما شاء الله عليه، والله العظيم، أستاذ الأمامي، الله يبارك لنا فيها، والله يجازيهم بخير هاد الناس، صراحة علمونا الفضيلة بعدا. تنشهدوا لهم امام رب العالمين، والله تنشهدوا لهم بانهم كانوا كيعلمونا الفضيله هاد الناس.
فجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشوفكم الإخوان في ساعة الخير. المهم قبلوا علينا والسلام، حنا كنتعلموا.